بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء مدونة ميكروتك العرب، أهلا بيكم مرة تانية معانا. النهاردة نزل النسخة الجديدة يوم 18، أهي النسخة 16 من الإيه، من الميكروتك. إحنا عايزين نعمل أبديت، حاجة من الاتنين، يا هفتح الميكروتك بتاعي وهروح على سيستم وباكج وأقول له تشيك فور أبديت، ده عليه النسخة 6 و7 دي قديمة قوي، يا إما أقول له تشيك فور أبديت وهيقول لي ان النسخه المتاحه 6 و17 واقول له داونلود اند ابجريد، بس انا ما بحبسش الموضوع ده لان بيبوظ الدنيا. يا اما الافضل لينا ان احنا نروح نجيب النسخه بتاعتنا. يعني انا اغلب الناس دلوقتي شغال على 2011 والار بي 750 جي والجي ال والحاجات دي كلها، فهو بيقول لك هنا اي حاجه بتبدا بال 400، اي حاجه بتبدا بال 700، اي حاجه بتبدا بال 900، والار بي 2011. طب اللي معايا 1100، فانا ال 1100 هروح دلوقتي اختار، بيقول لي اي حاجة تبدأ ب ار بي 1000 بي بي سي، اهي بي بي سي اهو 1000 وي، التلات ارقام يعني هيبقى على 1100. هروح قايل له ايه؟ هروح قايل له داونلود اول باكج، والباكج ده 16 ميجا، هحطه على الديسك توب، سيف، بدء تحميل. حالا دلوقتي بعد ما يتحمل كل اللي هعمله هخش اهو دلوقتي نشوف سوا. فتح المجلد، هعمل له استخراج وهاخد الحاجات اللي جواه. بس خدوا بالكم يا جماعة عشان موضوع قطع الكهرباء المقرف اللي احنا فيه، كنترول سي، ما تعملوش غير لما تبقى ضامن ان الكهرباء مش هتقطع. تمام، هعمل هنا ايه، بيست. طبعا فتحت انا الفايلز وبروح قايل له بيست، ايه، خد الملفات كلها. وبنتظر لحد ما يحمل الملفات كلها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. لما يكتمل ال 16 ميجا وهعمل سيستم ريبوت، نوقف بس لحد ما يكمل علشان ما نطولش الفيديو. خلاص كده هي كملت اهو، حط الايه الباكجات كلها، وهقول له سيستم ريبوت وهقول له يس، وننتظر نشوف الابجريد بعد ما هيتم هيبقى شكله ايه. شفتوا نسخة الوين بوكس الجديدة اللي احنا لسه عاملين عنها موضوع، قال لك انتظر من فضلك، ايه، هو بيعمل ريبوت دلوقتي وكان بيعده قدامي كمان. بنتظر بقى لحد ما يعمل الابديت خالص. تمام، انا كده فتحت اهو، ادي النسخة 16 at time date cpu memory و up time. هفتح وهندخل بالسيرفر، هذا الكويك انترفيس بتاعه. تمام كده بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه اهو، السيستم باكج، فين باكج، سيستم باكج شغال كله 16 و17، وبرضو سيستم هذا اللايسنس لحد 6، وسيستم ريسورس بيقول لك ان شغال عليه النسخة 16 و17 وظابط نفسه بالتاريخ والوقت. وفي عندي هنا حاجة اسمها اي بي كلاود، لو عملت له انيبل ابلاي بيعمل ابديتنج. حلو قوي، لو انا خدت ده ودخلت من بره الشبكة، اوكي هدخل انا اهو من بره الشبكة حالا، هنكتب اي بهات راوتر تاني بره الشبكة خالص. تمام، ونشوف هل هيدخلني فعلا من بره الشبكة ولا لا. نتأكد ان احنا اشتغلنا انترنت. تمام، شغالين انترنت. طيب لو طلبت الكلاود اللي انا جبته، فتح معايا فعلا النسخة 16 اللي على الراوتر بورد،
واقدر اشتغل بيها. الناس اللي بتسأل ازاي بتفتح الموضوع ده، لازم يا جماعة الخط الاولاني يكون معمول بريدج. شكرا ليكم والسلام عليكم، انتظروا مني موضوعات جديدة والسلام عليكم.